مع الرسام مزيان. انا قطعت الفيديو ومشيت، هي قدامكم ما بغات دير حتى شي تصرفات خايبه. مغشب شعر زوين ولا خايب؟ خايب. يلا وقطعي لي يوتي من اميغوس. هاي 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 هاي. شوفوا الدموع، شوفوا الدموع. واش انتي عاد جاتك الغيره من ميساء؟ ما عرفتش خايب، ما بغات تقطع الصاله. شو جا كي داير السيل؟ شو السلام عليكم بنات. السلام عليكم اصدقائي، نسجلوا هذا الفيديو لايك مثل حقات خرجة تطلع مع صحاباتها، نسجلوا هذا الفيديو 100,000 لايك، تو ولات 100,000 لايك. شوفي وجا كيفاش ولا بالستيل، شوف. شهدوا على هذه الحمقة هذه، قالتكم بغات تقطع شعرها، ملي فاقت وهي مطيبة ليا قلبي، قلت لها غنقطع لك شوية، شوية قلت لها غنقطع لك غنقادو لك، سكتي يا نجلاء، نجلاء. قلت لها غنقطع لك شويه غنقادو لك، قالت لك قطعها، قالت لك لا، قالت لك قطعي ليا حتى لحد كتافي بحال اللي درتي لميساء. قلت لها انت شعرك زوين وطوال بزاف ما نقدرش نقطعو. انت شعري مخبنها. شو شعرها قداش ولاتك بغات تقطع؟ قدر. والقصه حداش بغات تقطعيها؟ قدر كيما كانت عندها. وقالت لينا واحد المتتبعه كتبت لنا في الكومونتير، قالت لي عندك اختي تقطعي المرام شعرها راه زوين. عندك اختي تقطعي المرام شعرها راه زوين، وانا غنخلي لكم الكومونتير الميساج ديالها نخلي لكم هنايا. صايبي لي صايبي لي، واش زوين يا ماك مرام؟ بدات كتشوف في جنابها ولا زادت باغا تصايب شعرها؟ شعرك راه رطب، شحال تصايبي فيه؟ يقولوا لي واش هذا رطب؟ رطب انا قطعو. شوفي نقول لك، شوفي نكتب ا ب س د، وهي بغات تقول لك مع الزقاء بغات تقطع سالا. نجلاء راه ولات بعدا على سلامتنا، ولات كتكتب الراسها ا ب، ولات كتنقل من التليفون هنايا وكتكتب الراسها. علاش وليتي تكتبي راسك؟ نكتب الراس لحقات المتبعه بزاف من دارت كتبت ا ب س د، وانا بغيت نكتب. لقات قالت واحد المتتبعه كتقرا معاها وقالت لها راه كنتفرج فيك، شنو سميتها؟ سميتها زينب. سميتها زينب وقالت لها راه كنت خاف في الاول ولكن هبطت لتح رجعت قرات هنا. المهم قالت لها راه كنتفرج فيك، قالت هذاك النهار هنا ورجعت قرات. شنو قالت لك اخر؟ قالت لها كنتفرج فيك. شنو قالت لك اخر؟ قالت لي كنتفرج فيك، واللي قلتها اللي قلتها اللي قلتها لختي غادا تقول لي ديني المدرسه نشوفها. قالت لها ولا قلتها لختي راه غتقول لي ديني المدرسه نشوف نجلاء. هاد المتتبعه اللي كتفرج فيها وفاش جات المدرسه ولقاتها تفاجات. مهم وعرفتي وحلت فمها، حلت فمها من شافتك. هاي 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 على نجلة، نجلة دارت المتتبعين ملي كيشوفوها كيحلوا فمهم. قولي لي يا مار سمعوا بداي لي بالقصة، تلفتيني نسيت كاع شنو كنت غادي نقول. اه ما غتقطعي لا قصة لا شعرك. يلا انا كنقولها لقدام المتتبعين ديالكم، قدام الاصدقاء ديالك، ماما ممنوع تقطع الشعر وممنوع تقطع القصه. هي باغي تقطعو قد قد هنا بالقصه، باغي تقطعها كاع. لا ماشي كاع، باغي نقطعها. لا ماشي كاع، انا قاش قطعها. حطي المقص، حطي المقص. ما يقطعهاش شي. لا حطي المقص القصه، قلت لك لا. تيش راسك هضرت معاك، هضرت معاك. ما تقطعيني. اش باغي تقطعي شعرك؟ انا ما فهمتش اش باغي تقطعي، جيك زوين هكا. صايبيني يا صايبيني. لا ما صايبوش، حيت انتي باقا صغيره حتى تكبري وتصايبي. اه ما صغيراش ولا جا ما صغيراش من دار الدور الملكه. او ديك دار الدور الملكه من ثلاث. اه انا باقا نمشي للدور الملكه. تا تنديرولك تنديرولك تعيش يوم كامل الملكه ونصايب لك شعرك. لا ما نديرولك. انت قطعت من كنت ملكه؟ لا هذاك النهار عندك الدوش وهي تقطعوا لي ماما عاد ندخل الدوش، حيت انت شعرك كيتخبل عندك الزغبه رقيقه. اما مرام لا، مرام عندها الزغبه غليظه وزوين ما عندها لاش تقطعو. انا قلت لك ما غتقطعيش. هاي هاي على مرام ولات تشوف في جنابها، ولات باغا قالت لك تقطع الشعر، ولات قالت لك باغا ترطبو. هي تصايبيني تقطعي؟ ما غتصايبيه ما غتقطعيه. هي تقطعيني وانا قلت لك ما غتصايبيه ما غتقطعيه. وانا قلت قلت يا غنصايبو يا غنقطعو يا غنقطع القصه. يعني حطي المقص وجمعي شعرك وديري عقلك، راكي باقا صغيره تبتي. راه لصقتني، عشني لصقتني لصقتني في الصباح طلعت ليا الدم، بقطع ليا شعري، قطع ليا شعري ومغوشه وقاسه حدايا. قلت لها غتنوضي من حدايا ولا غنجري عليك؟ قطع حشمي
حشمي انا قطعت الفيديو ومشيت هي قدامكم ما بغات دير حتى شي تصرفات خايبه ما غاتش تبكي ملي قطعت الفيديو نطات تبكي وكتغوز قالت لي قطعي شعري هيا غضبانه مرام مرام كتسمعيش نوضين على الشيطان نوضي الشعر طويل راس بين ما كتسمعيش صافي خليو على خاطره تتفش المهم شعرك راه ما غاداش تقطعي غير خوي بالك منه دابا اصدقائي كتبت هاد السي وساليت اخر واحد الحزات كما كنعرف نكتبهم واحد كتبت كل ثلاثه هاك ما غتقطعيش غنبقاو شنين دابزو كي الدراري الصغار اصدقائي مورا غادا نكتب الارقام مع نقرا الحروف اصدقائي دابا نقرا الحروف مع نقرا الحروف غادي فين كتعلمي الحروف انا كنتعلمهم هنا كندير بوز بس كنكتبهم برافو نجلاء هادو هما اللي كنقرا معاهم نقرا مع الرسام مزيان بي سي دي او اف جي اي جي كي كا نو مي نو دابا علاش كتزحي بهداك الباب زعما داك الباب غيقطع لك شعرك لا زدحتيه وشو دابا هاد الحمقه هادي دبليو في وطولها بزاف ما تصخاش بيا نقطعوه حافظي يا بنتي حافظي اصدقائي دابا تعلم بزاف دابا كنكتب الارقام واحد هذيك الاغنيه ديال ا بي سي دي ديال الصحابي هذيك فاتت الحرف سكتي انا جلا سكتي سمعوا دابا زديح البيبان حد يمشي ليها شوفوا هاد خيتنا هادي واش حماقيتي ولا شنو راه قلت لك ما غتقطعش كاش تزحي عليا في البيبان شهدوا عليها شهدوا عليها راه نقطعوا ليها وتنوض تبكي بحال اللي دارت هذيك النهار ما يساقس كتبكي واش قطعت ولا ما عوج وانت شكون غيقطعو انت راه نقطعو لك عوج زعما انا كنعرف نقطع الشعر علاش كتزحي في الباب الباب جدار جدار الباب وعلاش كتزدحي جلسي ماما ما باغاش نجلس وخليتها تجي ميسا وغنقطعو ليك باش تشهد عليك باش ما تعاوديش تبكي تقولي لي قطعتي لي شعري بزاف ولا دخلتي فيه بزاف غنقطعو لك حتى لهنايا شوفي حد هنا غنقطعو لا ماشي حد هنا لا غنقطعو لك انا حد هنا حد هنا غنقطعو ليها حد هنايا حد ودنيك حد ودنيك غنقطعو ليك لا هو الا بغيتي تقطع نقطعك حد ودنيك ولا ما غتقطعيهش ضحكاتكم هاد الهبيله هادي وخليها ولا تبغى تقطع شعرها غضبانه خليها غضبانه هاد الخدام كتبت الخدام ولكن مازال ما كملتو شو دابا زدحتي البيبان انا عم نوضي يلا دخلي ليها ضرباتها يلا اجي اجي غضربك نجلة هربي 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 جلسي شي لبسالة شي شي رازا اللباس لا انتي ما كديريش ماماك هكا لا بعدك كتبت هادشي كله ودابا عندي الرياضة رازان رازان شعر زوين ولا خايب يلا وقطعي ليا شفت مش عارفه رازان شنو زوينه هادي اكتب لي في الكومونتير خايب ولا زوين صافي نخلي الكومونتير اللي قال لي قطعي لها نقطعو ليك الا كان الاكثريه قالوا لي قطعي لها غنقطعو ليك ادخا دابا عندي الرياضه ويلي واش هادي حماقه ولا مالها راه هي ملي كتجي هذيك طايكوكا كتبقى دير بحال هكايا كتبقى كتزدح في البيبان كتبغى تفطر كتخبط برجليها صافي اجي نجلاء اجي انت ورازان اجي رازان يلا بارك لك من المغد زوي فين تعلمتي هادشي تعلمتو
أميغوس. هاي 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 هاي. واحد وناس لا ما بقاتش سهلة. أنيا ويوليتا. هاي 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 هاي. عندهم دار فيها دراسة فيها الرياضة. إيوا. وعندهم فيها مطعم. يلا زيدي شي حركة أخرى. آخر حركة هذه. داك يجي على وجهك. شوفوا الهبيلة، شوفوا كزل كيفاش تقطع شعرها. واش حماقيتي؟ دايره الشعر دايره الحالة كلها. زدي حلبيبان ماشي مرة ماشي جوج والبكا. شوفي شعرك شحال زوين، شوفي شعرك، شوفي شعرك، شوي فيا شوي فيا. شوفوا الدموع، شوفوا الدموع. واش انتي عاد جاتك الغيره من ميساء؟ ميساء شحال هادي مقطعه هي ونجلة، عاد شفتيهم؟ شكون هادشي مقطع شعرو بغيتي ديري بحالو عجبك؟ شكون؟ جاوبيني هضري وهضري. حداش باغا تقطعي؟ حداش وريني حداش باغا تقطعي وريني. وما تحشميش شعرك ولا دابا زوين ولا طويل ورطا باغا تبغي تقطعي. شوفو دموع هادشي كامل على شعرك. واش باغا تدخل لمدرسة مقطعة شعرك؟ قولي. هزي راسك هزي راسك هزي راسك هزي راسك. شوي فيه شوي فيه. شبان ليكم الاصدقاء ديالنا؟ قطعوا ليها ولا لا؟ ولا غادي نقنعات نقنعات تبدل الراي ديالها. نجلاء نجلاء كتصمت في البال. مالك؟ شوفوا كتبكي. شوف شوفوا كتبكي باش تقطع شعرها. شنو نعيطوا لوهيبه تقطع على شعرها؟ حيت وهيبه كوافوره. نعيطوا لماماك تمشي عند خالتك وهيبه تقطع لك شعرك؟ ها مشي لعندها. عرفتني كنضحكي عليها. مسحي وجهك مسحي وجهك مسحي وجهك فيك الدموع. شوف 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 مسحي وجهك. صونات يا ميساء. هيا ميساء جات. هيا ميساء جات وغنشوفو شنو غتقول على شعرك. ميساء دخلي. سلام. السلام عليكم اصدقائي. مالي هادي كتبكي؟ وقيلا باش نخرجها معايا. وما لا ما تقولي المقدمه. انا قايل سؤال دارت نجاء المقدمه كتبكي قالت لك بغات تقطع شعرها. ويلي على تقطع شعرها كاع؟ شبان ليك عليها قداش باغا تقطع؟ وريها قداش باغا تقطعي. وريها ملي خرج شي بيه كتبكي وتزح علينا في البيبان. انت البارح قالت لك باغا نقطع وعاودتيني شحال هادي قالت لك نقطع. وريها وريها حداش باغا تقطعي. وريها مارا البارح قالت لي باغا تقطع حدا. هو تا دابا قالت لنا باغا تقطع حتى تما. عاد تفكرت وخاتني نكتب الدرس على الاثنين. برافو. شنو بان لك؟ لا ما تقطعوش. صافي قالت لي ميسا ما تقطعيش ليها ما نقطعوش ليك. قلت نتوما واش تقطعوا ولا لا؟ انا بعدا قلت لا. انا بعدا قلت صافي. ملي قلتي لا الاصدقاء غيقولوا لا. انا نقول اه. ونوضي يا بنيتي نوضي جمعي راسك ودفريه وجلسي ديري عقلك وتبتي. شغا تقطعي شعرك وانت هبيله ولا مالك؟ طيب لا كتبكي ما كيبغي نقطع شعري. باينه تي. هي 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 باغا نقطع. وميسا قالت لي ما تقطعيش ليها. راه مالك حيتي هادي؟ ما كنطايح. سمعتيني ميسا قالت لي ما تقطعيش ليها. شبالك نقطعوه ليها؟ لا مثلا تقطعي لها شويه شويه هكا هكا. شنو نقطع لك شويه؟ يلا اري نقص. جيبي المقص. يلا نوضي نقطعو لك. صافي بغات تقطعو خليه نقطعو ليها. يلا نوضي. شنو نقطع فين؟ هنا هنا لا هنا هنا. دوري لي انتي دوري لي. لا يا قطعك حد هنا فين؟ حد كتفك هنا.
هبط شويه هنا. يلا دوري لي انت. ويلي انتوما بغيتي لا طلعي شويه. دوري لي غير دوري طلعي كاع. شهدوا عليها شهدوا عليها بغات تقطع واحد هنا. ما ديروش على التصوير ديالك ما كنعرفش. حداش حد هنا حد هنا لا حد هنا. يلا دوري نقطع لك حتى نبدا. دوري لي ما تبقايش دوري ما تبقايش دوري. نبدا نبدا قطع واحد غتندمي دوري لي ثلاثة هنا دوري لي واحد جوج ثلاثة ولا هي قصر مني هي بغات تقطعو خليها ولا هي قالت لحد قلت لك حد كتفي وما قلت لك حد ودني دوري دوري عندي المهم قولوا لنا اصدقاء ديالنا شعرها هكايا كيفاش جاو جا زوين ولا جا خايب راكم شفتوا الحال اللي دارت كتزدح في البيبان وكتبكي قطعتي حد وكتبكي شي حد انتي بغيتي ما قلتلكش حد ودني انتي بغيتي يا نقطعي القصه باقا غتقطع القصه شنو دابا يقتنع سي؟ قطع لك حد انا دابا هاد المرة القصة. شفتي انا جلال؟ انا ما شفتش راسي ولكن حسيت يعني درت انا مش عارف شحال خطبتني وغتصورني وغنشوفوش. دابا اقتنعتي بشعرك هكا ولا لا؟ ومن بعد شفتو. واحد زوين. عجبها. شنو عجبك؟ زوين. تانا قطعي لي. عرفتي اللي كنتي باغا؟ تانا قطعي لي شعرك. ولكن ماشي حد هنا. ودابا عجبك حد هنا ولا ما عجبكش؟ لا 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 مزيان غادي مزيان دابا انا كنبغي نقطع واحد هنا ولكن قطعت بيا حد دابا عجبك حد تما ولكن مازال مش دوري دوري ظهرك دوري 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 عندي قولي الصراحة اصدقائي عجبني شعري بحال هكا ولكن مفاجأة مفاجأة هي ماما دارت فيكم مقلب ما حطاتوش ليا نوريهم وريهم واش يلا حلي قطعتو ولا لا المهم فاش حسبت واحد جوج ثلاثه غنقطعو ليها حبست التصوار وقنعت انا وميساء قلنا لها شعرك راه زوين ما تقطعيش وقلت لها نديرو مقلب في الاصدقاء ديالك بانك راه قطعتيه هو راه ما قطعتوش ليها المهم دابا غتقولوا للمرام أما حسن جا شعرها واش هكا مقطع نتوما شتو كيفاش غادي يجي ولا هكا يا طويل الا خلاونا كومونتير ولا قولوها لنا في الانستغرام أما حسن شعرها طويل هذا هو الانستغرام ديالي ميساء بقالي فيه 3000 مشترك باش ما يتغلطش لكم مع شي حد ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه باش يوصلكم اي جديد حنا كنديروه او باي باي سلامه ما باي باي تسناو غتقطع لي شعري يا بصح باي.